قال رحمه الله: باب النهي أن يشير الرجل إلى أخيه بالسلاح. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. هذا الباب، قال: باب النهي أن يشير الرجل إلى أخيه بالسلاح. أن يشير إلى أخيه بالسلاح، يشير إلى أخيه بالسلاح يعني يوجه السلاح إليه، يرفع السلاح حتى وإن كان مازح، يمزح معه فيرفع مثلا سكينا أو سيفا أو يوجه له بندقية أو نحو ذلك، يمزح، هذا ما يجوز، حرام. وللتحريم أسباب كثيرة، منها وهو ملحظ مهم في هذا الباب أن الشيطان يحضر في مثل هذا المقام، يحضر في مثل هذا المقام، لأن من أشير عليه بالسلاح قد يظن أن هذا المازح جاد، قد يظن أن هذا المازح جاد فيقول قولا أو يفعل فعلا يدفع إليه شيء يريد أن يخلص نفسه، وهذا كان يريد أن يمزح معه، ثم ذاك ينقلب المزاح الذي عنده إلى شيء آخر فيعمل سلاحه ويحضر الشيطان فيه، هذا هو المراد. وقضايا كثيرة قد وقعت فعلا من هذا القبيل، قضايا كثيرة من هذا القبيل، سبحان الله. حتى في مسألة يعني حصل قبل سنوات أن شخصا قتل زوجته من هذا الباب، كان عنده مسدس وفيه عبوة ما يظن فيها شيء، ما كان يظن فيها عبوة، فأخرج المسدس وبزعمه يمزح معها ووجه إليها وضغط، هو يعني في ظنه أن ما فيها شيء، ولما ضغط انطلقت إلى رأسها فماتت أمامه، هذه حصلت. فهذه الأسلحة ما فيها مزاح أبدا، لا السكين ولا السيف ولا السهم ولا النبل ولا البندقية ولا المسدس ولا هذه، كلها ما فيها مزاح. ولو أن الإنسان أراد أن يمزح مزحا مجردا فليعلم أن الأمر كما أخبر الشيطان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، الشيطان حاضر. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح، لا يشير إلى أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان ينزع في يده، ينزع في يده فيدفعه إلى فعل أمر عظيم خطير جدا، ربما تذهب روح أخيه. قال: فيقع في حفرة من النار، فيقع في حفرة من النار، لأنه بهذا المزح المزعوم أزهق روحا معصومة محرمة. وهذا الحديث وله نظائر يدل على كمال هذه الشريعة وحسن هذا الدين الذي أتى بقواعد وضوابط وآداب تكفل للناس حياة مستقرة آمنة،